بستضيف شخصية مميزة، رجل أعمال اقتصادية من البقاع الشمالي، مرشح لرئاسة الحكومة، أستاذ عماد صالح. اليوم بحلقتنا حنكون عم نسأله أسئلة جريئة عن الحرب وعن أوضاع البلد. ترقبونا بعد الفاصل. وطني محب لشعب لبنان، له الكثير من الأعمال الخيرية ومساعدات على أبناء بلده، وبعلاقاته الخارجية استطاع أن يكون علامة فارقة في عالم السياسة، وهو مرشح ليقوم بمنصب رئيس الحكومة لما يمتلك من قاعدة شعبية كبيرة، محبوب لدى الشعب اللبناني ودبلوماسي، وقريب من جميع الأفرقاء والكتل الحزبية والسياسية. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام عبر برنامجنا بكل جرأة وصراحة على قناة ABC الخليجية. اليوم حلقتنا حلقة مميزة تتطرق لأوضاع البلد. معنا ضيف مميز، رجل أعمال لبناني بالاقتصاد وبالسياسة، أستاذ عماد صالح. منتشرف بحضرتك بحلقتنا اليوم، إن شاء الله بتكون الحلقة خفيفة عليك. أول شيء أهلا وسهلا فيك وبالمشاهدين جميعا. مرسي. وردنا عبر البرنامج كتير من الاتصالات، كتير متشوقين ليحضروا حلقتك لحتى نخبرهم عن وضع البلد. أهلا وسهلا. أول شيء، كونك شخص ضليع بالسياسة والاقتصاد، في حرب بلبنان ولا ما في حرب؟ حرب بلبنان؟ ليش بغزة؟ شو عم بيصير اليوم؟ مجازر، واللي عم بيصير بجنوب لبنان كمان مجازر، ورايحين للأسوأ. أستاذ عماد، حضرتك قلت أنه نحن رايحين وقادمين بالأحرى على حرب. طبعا في عنا حيكون عدد معين من النازحين، حضرتك شو ممكن تقدم للنازحين؟ أكيد بيوتنا مفتوحة، والبيوت اللي أنا بملكها بتصرف النازحين، وكل مالي والمواد الغذائية والمواد الطبية جاهزه بخدمة النازحين اللي لنتم بأرضنا بلبنان وبمعية الدولة. نحن بيوتنا مفتوحة، وكل البيوت اللي أنا بملكها واللي بمون عليها هذه بخدمة النازحين، ليبقى الشعب اللبناني بأرضه. وشو فينا نحن تنسيق مع الدولة ومع الجمعيات الأياد البيضاء والخيرين، لحنكون بخدمة النازحين، وإن شاء الله الله يقدرنا ونقوم بواجبهم لدم صامتين بلبنان. نعم أستاذ عماد، هل الحرب رح تأثر على الدولار والاقتصاد بلبنان؟ أصلا ستنا هلا عم تحكيني بموضوع أنت الدولار وغير الدولار، ما نحن اقتصادنا اليوم صفر، اليوم نحن اقتصادنا صفر، نحن بندعي من رب العالمين، نتمنى واقفين على حالنا اللي نحن فيه. تم الجيش اللبناني واقف على إجراي بحدود لبنان. نعم. مع المقاومة ضد الإرهاب وضد اللي عم بيصير فينا بجنوب لبنان وبغزة، ووضع الاقتصادي مثل ما تفضلتي نحن صفر، يعني هلأ ما فينا نحكي شيء، نحن بوضع حرب. يعني نحن أصلا بلدنا رايح على الهوي بحرب ولا بلا حرب؟ نحن اقتصادنا صفر هلأ، نحن هلأ بس عم نشتغل على موضوع يتم هالجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية واقفين على إجر ضد العدو الإسرائيلي. نعم. باعتقادك أستاذ عماد، هل النصر اللي حققته كتائب القسام أو المقاومة الفلسطينية قدروا اخترقوا وأسروا جنود، يعني عدد كتير كبير إذا بدنا نعتبرها من الجنود الإسرائيليين، وهن اخترقوا تقريبا أقوى جدار بالعالم، باعتقادك أنت لو اتحدوا العرب جميعا كانوا قدروا أنقذوا فلسطين؟ ستنا سؤال كتير حلو ومميز وكتير عجبني. اليوم نحن عم نحكي عن أقل، يعني أقل من أبطال فلسطين قاموا بهيدي العملية النوعية، كانت كان عندهم جرأة طبعاً كتير كبيرة لحتى قدروا. أقلية عملتها، كيف إذا اجتمع الدول العربية كلها؟ نعم. شو كان بيصير؟ يعني كانت إسرائيل بكلمة كان أو بمحل كان، اليوم أقلية عملت هيك بفلسطين. نعم، هن المقاومة، يعني نحن مدعين أنا اليوم هن أبطال. طبعا أنا يعني اليوم قدروا يعملوا عملية ما حدا بيقدر أبطال. يعملها أبطال طبعا، كونهم هن فلسطينيين عايشين. فشو رأيك
انت اذا اجتمعت الدول العربيه ضد اسرائيل. يعني هن فينا نقول فشة خلق على الخفيف هن عملوها كونهم هن عايشين بازمه صار لهم سنين بالحرب يعني مش سنه وسنتين صار لهم فوق الأربعين سنه هن عايشين اجواء الحرب من 75 سنه بعدهم كانوا تحت القمع وتحت الظلم وتحت اليوم أقلية وأنا بعدهم هودي أبطال قاموا بهذا المشروع بهذه المقاومة قاموا فيها اليوم كيف إذا جينا نحن نحط دول عربية اجتمعت على إسرائيل وين بصير إسرائيل فلذلك أقلية عملت هيك بغزة وبالدولة الصهيونية يعني عم نشوف نحن أنا أقول عنهم أبطال للأسف عم نشوف شهداء من الأطفال والنساء والعجز هيدي مجازة يعني ما عاد شفنا نحن شهداء بفرد وبالمجوز واليوم يعني إبادة جماعية عم تصير صح طبعا إذا بدنا نعتبرها شيء مؤسف جدا يعني خصوصي المستشفى اللي انقصفت يعني هيدي يعني مجزرة أنا بعتبر الحرب ما كانت بس على المقاومة القسام ولا غيره من المقاومات اللي جاهدت بفلسطين نعم. بغزة كانت هي إبادة جماعية لعجازة ولأولادة ولأطفالة يعني اللي شفناه نحن كانت هي مجزرة حقيقية لكل الشعب اللي عايش بفلسطين يعني هو تصديقا لكلامك للأسف أنه نحن شفنا عدد ضحايا وللأسف بعض الأهالي ما عرفت وين أولادها طبعا شيء مؤسف جدا بهذا الموضوع نعم بالفعل. نعم بالفعل. يعني نحن بنتمنى عبر هذه المحطة أنه كل دول العرب تتحد يا رايت نحن بنوجه كلمة للدول العربية أنه تحط إيديها إيدين بعض ضد نعم. الغزو الصهيوني بهذا الموضوع لأنه صار في مجازر أبدية في يعني إبادة لشعب جيل كامل هذا الأطفال اللي شفناه على التلفزيونات وعبر وسائل الإعلامية شيء عن جد مؤسف جدا وين صحيح. وين العرب وين موقع العرب بهذا الموضوع يعني هي لو بتتحد العرب طبعا رح تكون أنقذت وجود للكيان الصهيوني ب كمان استاذ عماد عم نشوف انه صار في استهداف لبعض الصحفيين لسيارات الاسعاف يعني صار ضرب عشوائي كيف ما كان صدنا انا اللي شايفه هلا كبدايه نهايه الكيان الصهيوني اليوم من جنونه من الصدمه اللي صابته بابطال فلسطين اليوم ما عاد عرف وين عم يضرب يعني اليوم عم يضرب عم يستهدف طبعا عم يستهدف الصحفيين الله يرحم ارواحهم وعم يستهدف السيارات الصحيه وعم اليوم وصل من هيجانه من قله الادراك والوعي طبعا من الصدمه اللي اكلها وان شاء الله بتكون هي بدايه نهايه هذا الكيان الصهيوني اليوم بلش يضرب الصحفيين الله يرحم ارواحهم وعم يضرب اليوم السيارات الإسعاف وعم يضرب المدارس وعم يضرب المستشفيات هذا الشيء من جنونه من الصدمة اللي أكلها طبعا أنه هذه الضربة اللي إجت على العدو الصهيوني منه متوقع أنه ممكن الشباب الأبطال الفلسطينيين يقدموا على هيك خطوة لا أبدا وأنا بعدهم هودي أبطال وإن شاء الله مصيرهم النصر لأنه في عندهم إرادة وكانوا عم يتحكموا بالقتال بجدية وبوعي نعم هي حتى الرادار اللي هونيك ما قدر حتى يرصد كمية الطيارات اللي هني اجوا فيها انا بعد هذا قدرة من رب العالمين حتى هني متفاجئين بقدرتهم لاخترق هيدا الجدار حبيبة قلبي ما هني عاشوا بظلم وبحياة تعيسة جدا وكان عقم وغاتم عليهم فلذلك اجباري اليوم ينفذوا هيك عمليات يعني العدو الاسرائيلي عم يعمل عملية قمع طبعا اذا بدنا نعتبرها عم يعمل عمليه قمع للفلسطينيين بهالابادات اللي عم يعملها وبالقصف العشوائي يعني ما بقى هني اصلا عم يعرفوا حالهم وين لازم يقصف شفنا امبارح ست اللي ضربوا المستشفى وشفنا الاطفال اللي فيها وشفنا الكنائس انضربت وانضربت نعم. المساجد صحيح. وانضربت الصحفي اليوم اللي بتوصل مهني كله ما عاد عرفوا شو عم يعملوا اليوم الصحفي هو وصل الاعلام عم يك معقول هذا الموضوع يعني صار عنده خوف اصلا الصحفيين يطلعوا يغطوا طبعا سيارات الاسعاف للاطفال وللنساء وللرجال الكبار يعني اليوم هذا كمان عم يستهدفون ان من كتر الصدمه اللي وقعوا فيها نعم استاذ عماد هل المذهب السني له دور في الحرب وما رايك بالدور السعودي يعني شو رايك بالدور السعودي تجاه الحرب ستنا اليوم نحن اذا بدنا نحكي كحرب
اليوم وقع على السني وعلى الشيعي وعلى المسيحي، اليوم انضربت الكنيسة وانضرب الجامع وانضرب الشعب اللي ما له علاقة بأي موضوع، المدنية انضربت قبل ما يكون يسألهم سني ولا شيعة. هذا الموضوع يعني الحرب حرب اليوم، الكيان سني ولا شيعي ولا مسيحي ولا دولي، بس مش مقتصرة على طائفة واحدة، ما وقفت على طائفة واحدة. واليوم موقف السعودي الله يطول بأمره ولي العهد محمد بن سلمان، نعم، اليوم استنكر هذا الموضوع بجدية وقدم المساعدات واللي الله قدر عليها. بس اليوم لا دولة بتعمل شيء ولا اثنين ولا ثلاثة، بدها تجتمع الدول العربية اليوم كلها بمجمعة، نعم، بمحملة وتقوم ضد الكيان الصهيوني اليوم حتى تنهي عنفوان. طبعا بالنسبة للمملكة العربية السعودية اللي بدريته باتجاه فلسطين واتجاه غزة تحديدا، ما أصرت بهذا الموضوع أبدا، والله يطول بأمره ولي العهد محمد بن سلمان استنكر هالموضوع ومد إيد المساعدة من أول نهار صارت حرب بغزة. نعم نعم، وإن شاء الله الدول العربية تعمل مثله، ساعتها نحن ما بيعود في كيان للدولة الصهيونية بالمنطقة كليا. يعني نحن بنتمنى من جميع الدول تتصرف مثل ما تصرفت المملكة، هذا أملنا، لأنه إذا اجتمعوا المملكة العربية السعودية ما بيعود في دولة اسمها إسرائيل. أستاذ عماد، برأيك أنت هل البترول سيكون وسيلة ضغط؟ أكيد أكيد، ستنا اليوم أكيد ستنا اليوم هني لشو عندهم غير البترول والنفط هني يقاتلوا فيه وحربونا فيه؟ أكيد حيكون في وسيلة ضغط بهذا الموضوع، هذا اللي أنا شايفه بنظري. الحرب قائمة على هذا الموضوع. نعم، يعني نحن أصلا عم نشوف في سفن كتير كبيرة عم تقدم مساعدات للعدو الإسرائيلي كمعدات حربية، كممكن كمان يكونوا مؤمنين. طبعا طبعا، اليوم كل إنسان كل دولة بتقوم لمصالحها الشخصية. اليوم في عندك رفح وفي عندك قناة غزة حتصير وقناة السويس جاهزة وقناة رفح لحتصير، وكلهم لمصالحهم الشخصية بهذا الموضوع حكما حيقدموا المساعدات. يعني للأسف أنه بعض الدول عم تتطرق مصلحة شخصية لها، وهي بدنا نقول شوي من الدول الأوروبية. أنا بعتبر أنه كل الدول الأوروبية هي عم تساعد الدولة الكيان الصهيوني. أستاذ عماد، هل برأيك أنت أنه الحرب رح تأثر على العقارات؟ أكيد أكيد، دائما ساعة اللي بيصير في حرب بيصير في نهضة للعقار، بس هلأ بما أنه في حرب العقار حيكون سوقه جامد يعني، بس من بعد فترة نجوز يعني تخلص الحرب أكيد الأكارات حتطلع، حتبلش تتفاقم وتطلع تتصاعد أسعار. أكيد حتتصاعد أسعار، نعم، بعد الحرب. أستاذ عماد، بنهاية حلقتنا شو بتحب تتوجه بكلمة للشعب اللبناني؟ أنا أول شغلة بعزي كل شهداء من طفل أو رجال كبير أو امرأة أو طفلة استشهدت بغزة، بوجه لها احترامي والتقدير، وبتوجه بالأشد التعازي لأهلنا بالجنوب من الشهداء اللي راحوا من كم يوم على الحدود اللبنانية من المقاومة اللبنانية، وبعزي أهالي الصحفيين اللي قاموا بواجبهم لأنه نني شهداء حيون كانوا عم بينقلوا لنا شو عم بيصير على الأرض الواقع بغزة أو على الحدود اللبنانية. وبتوجه بكلمة صادقة وصريحة وبكل تعابيرها للشعب اللبناني يصمد، واليوم نحن لازم نحن على بعضنا. وطلب أخير من دول العربية ومن دول الخليج اللي نحن مثل السمكة من الماء، يعني إذا ما في ماء ما في سمكة، وإذا ما في سمكة ما في ماء. أنا بطلب إذا لا سمح الله صار معنا شيء الدول الخليج ما تتخلى عنا، لأنه نحن اليوم بوجه العاصفة. نعم، وبتشكر الشعب اللبناني كافة وعامة. بنهاية حلقتنا أستاذ عماد، أنا بتشكر حضرتك ونحن لنا الشرف باستضافتك، وإن شاء الله تكون حلقتنا خفيفة كانت عليك، وأنا كتير مبسوطة بجراءتك.
على أمل اللقاء فيك إن شاء الله بحلقة تانية بيكون موضوع شوي مضطر خفيف عن موضوع الحرب للمشاهدين، بس هلا نحن بوضع حرب ومأساة. نعم، وأنا كمان بعزي جميع الشهداء وكمان أخوتي الصحفيين لروحهم الرحمة. بتشكر حضرتكم مشاهدينا الكرام، على أمل لقاء بحلقة جديدة. إلى اللقاء.